عارف حق عمين وليش البلد هيك انشق والحكام المرتشين يحطوا عغيرهم الحق جوا جيبهم الهيين ونحن عم ناكل الدق ودخل بيناتنا الغريب ودهمتنا اسرائيل هيدا خي وهي حبيب وهيدا الصهر وهي عديل المهم خربوا البلاد والامل صفى قليل بمية دولار البنزين بتحصل منه شي قليل لتحصل على الخبزات ساعة بالصف الطويل رجال ونسوان بهالصف بالشهو بيته بالبرد واحد يخرق لك الصف عخسره حامل فرد عأيام جدك يا ابني بويبنا تضل مشروع عأيامي بعد هيك بس هالمرة مخلوعة ما بنسى هالخبرية وبنسى بهيك اليوم طفي السيجارة بي وقال لي أنا فايت عنه بعد مدي طويلة اندهت الابن عشية لخبره على القليل خبرني يهم بي قلت له وقف المدفع ما عرفنا كيف ولا لا ولمن وقفوا المدفع دغري قعدونا عليه تغلغل الطفر فينا ورفاقتنا المصايب حد أدنى ما بيكفينا فوقه مندفع ضرايب خبريت المدارس هي خبريت بريق الزيت ابنك ليصفي دارس بدك قبل تبيع البيت الشعب عامل كريزة والحلم صفى فيزا بتمنى بكرة يا ابني تكفي القصة لابنك كمان ما تكفيها بكندا كفيها هون بلبنان.